مساء الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا وصفه حلوه جدا، وصفه تجنن، وصفه سحريه جميله جدا جدا للتخسيس وحرق الدهون. لو انت عندك دهون كتيره جدا ومش عارفه تتخلصي منها، خلاص بالوصفه دي ان شاء الله امشي عليها كده، ان شاء الله بفضل الله شهر واحد بس هتنزلي كميه دهون مش هتصدقي، لان هي فعلا بجد بتنزل الدهون وبتحرق الدهون حلو جدا جدا، من غير بقى لا رجيم ولا حرمان ولا اي حاجة. الوصفة دي جميلة جدا جدا جدا، وعن تجربة بجد الوصفة ديت وهم. انت ما تجربيها يعني، وزني نفسك قبل وخديها كده مدة يومين ثلاثة بس، وزني نفسك تاني وهتشوفي الفرق. من مرة واحدة استخدام بفضل الله بتنزل لك ربع كيلو دهن، يعني هيسلك منك ربع كيلو دهن كل يوم، تمام؟ سواء عندك ترش، ارداف، الاماكن دي كلها ان شاء الله الدهون هتتسلك منها كده وتنزل بمنتهى السهولة. ووصفتنا طبيعية ما فيهاش اي حاجة تضر الجسم ولا اي حاجة، بجد وصفة حلوة جدا. الوصفة بتاعتنا مكوناتها كلها طبيعية ومن قلب بيتنا، مش هنجيب حاجة من بره، يعني مش مكلفة خالص، اقتصادية، ووصفة فعالة فعالة فعالة، بجد جميلة جدا. تعالى نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على الوصفة بتاعتنا على طول. بس قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا، أتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم بإشعار بوصفاتنا الجديدة. بصوا بقى يا حلوين، أنا معايا إيه؟ معايا بولة كده فاضية زي ما انتوا شايفين، تمام؟ البولة دي هنزل فيها إيه؟ بمعلقة من الكمون الخشن زي ما انتوا شايفين، ده كمون خشن أهو. بجيبه منين؟ بجيبه من عند العطار، بقول له انا عايزه كمون خشن، بجيبه بالشكل ده. طبعا الكمون غني عن التعريف، حلو جدا جدا لتذويب الدهون، وبيسيح الدهون بطريقه حلوه جدا وسريع جدا جدا، وكمان ممتاز، تمام. الدهون الكمون كمان من الحاجات الحلوه جدا جدا المفيده للمعده والقولون والكلام ده كله، بيريح البطن جدا جدا. لو انت عندك كمان بطنك تعباكي، عندك مغص، الكلام ده كله بيختفي تماما مع الكمون بتاعنا، مع اخذان الكمون بتاعنا. والكمون ده حاجة طبيعية جدا، طبعا احنا بنحطه على كل الطعام بتاعنا، على اغلب الطعام يعني بنحط الكمون، يعني ملهوش ضرر ولا اي حاجة، وبيضيع الغمسان وكل الحاجات دي بتروح مع الكمون، تمام. الكمون من الحاجات الحلوة جدا جدا والمفيدة. هناخد منه معلقة، هناخد منه معلقة بالشكل ده بس، مش اكتر من كده. دي معلقة صغيرة مش كبيرة اهي، بالشكل ده. لو انا هعمل كوباية هاخد معلقة صغيرة، هعمل كوبايتين هاخد معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة، تمام. وهاخد معايا كمان ليمونتين، بقشرهم بالشكل ده، تمام. الليمون من الحاجات الحلوه جدا، بتحرق، بتساعد على حرق الدهون بشكل حلو جدا. الليمون بتاعي انا هقطعه قطع كده بالشكل ده، هقطعه بالشكل ده واحطه هنا كده بقشره، مش هقشره، لا انا هنزل بقشره كده. بجد الوصفه دي حلوه جدا جدا، وهتخلصك مهما كان الدهون اللي عندك، هتخلصي منها بفضل الله بدون رجيم بقى ولا حرمان ولا اي حاجة. وحاولي دايما تدخلي سلطة خضراء في اكلك، اهتمي بالفواكه والسلطة، فحلو جدا جدا، بتملى المعدة وكمان ما بتزودش الوزن معانا، السلطة الخضراء والفواكه، تمام. كده احنا عملنا، خدنا معلقة من الكمون وليمونتين قطعناهم قطع كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل بكوباية مية، تمام، بالشكل ده. اخد بس كمان ايه ربع كوباية مية كده، عشان ايه الغليان بينزل شوية في المية. خدت ربع كوباية كده، كوباية وربع مية على معلقة كمون وليمونتين مقطعين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. انا هاخدهم كده ارفعهم على النار من بداية الغليان 3 دقايق يغلوا على النار، تمام. احسب لهم 3 دقايق بالظبط يغلوا على النار بعد الغليان بالشكل ده. انا غليتها كده، سبتها من بداية الغليان، سبتها 3 دقايق تغلي على النار، تمام، 3 دقايق مش اكتر من كده، تمام. وغطيتها كمان كده عشان الزيوت العطرية اللي فيها، غطيتها كمان دقيقتين، بقوا 5 دقايق،
بعد ما صفيتها كده غطيتها دقيقتين اتنين بس، تمام، عشان تحتفظ بالزيوت العطرية اللي فيها، تمام. يبقى احنا كده ايه، بص، نقدر ناخدها كده زي ما هي كده بالشكل ده، ونقدر نضيف لها لو انت مش عايزاها يعني من غير تحلية، لو تقدري تاخديها من غير تحلية ممتاز جدا ورائع، مش هتقدري تاخديها من غير تحلية فاحنا هنضيف لها معلقة عسل نحل، تمام، زي ما انا هعمل كده دلوقتي. عسل النحل مهم جدا ومفيد ومغذي، وبيجلي الصدر كده، لو صدرك فيه اي حاجة الوصفة دي ممتازة جدا جدا، فوائدها كتير جدا، تمام. انا هاخد كده معلقة من عسل النحل، العسل الابيض اهو بالشكل ده. الوصفة دي بقى جميلة جدا وفوائدها كتير جدا، مش بس تنزيل الدهون او تسييح الدهون، لا، فوائدها كتيرة جدا جدا. اولا بتجلي الصدر وتنضفه من اي حاجة فيه، لو انت عندك صدرك تعبك او عندك كحة وعندك اي حاجة، بتنضف الصدر كده وهي نازلة، بتخليهولك بص زي الفل. كمان بتنزل الدهون وتسيح الدهون، يعني ربع كيلو دهن هيسيحوا منك وينزلوا من جسمك كده كل يوم بعد الوصفة دي. الوصفة دي هناخدها ازاي؟ هقول لكم دلوقتي هناخدها ازاي، تمام. ما تحليش بسكر يا اما عسل النحل، يا اما تاخديها كده من غير تحلية خالص، تمام، عشان تجيب نتيجة معاكي. ولازما تاخديها على الريق الصبح، اول ما تصحي من النوم كده تبدأي تعمليها وتاخديها قبل ما تفطري بنص ساعة تقريبا، بساعة مفيش اي مشكلة خالص، المهم قبل الفطار، تمام. هتسيح لك كمية الدهون اللي هتنزل بعد ما تاخدي الوصفة ديت، كمية رهيبة، انت ذات نفسك هتلاحظي الفرق، تمام. تقدري توزني نفسك قبلها وكمان توزني نفسك بعد ما تاخدي الوصفة دي، بس ارجوكوا لازم تستمروا شوية على الوصفة دي، مش تاخدوا مرة ولا مرتين وخلاص على كده، لا، الاستمرارية سر نجاح اي وصفة، تمام. استمر عليها، هتظبط لك جسمك، هتخليكي كده كأنك لسه بنوتة، لا اتجوزتي ولا خلفتي ولا رضعتي ولا الكلام ده كله، هتخلي جسمك كده مظبوط وزي الفل. كمان الخضار والفاكهة دخلوهم في اكلكم بشكل يعني كبير، لان الخضار والفاكهة من الحاجات المهمة جدا جدا للجسم، على قد ما هي بتملى المعدة بس ما بتزودش في الوزن خالص، بالذات الخضروات، الحاجات اللي هي خضرة قوي، تمام، زي الجرجير، زي الخيار، الحاجات الجميلة، الخضار الخاص والكابوتش والكرومب والحاجات دي كلها، ما تاكليها خضرة كده حلوة جدا جدا ومفيدة للجسم. كمان البصل الاخضر تقدري تحطيه، الكرفس، الكرات، الحاجات دي كلها حطها على السلطة بتاعتك، ممتازة جدا جدا لحرق الدهون، تمام، وكمان فوائدها كتيرة جدا للجسم. قلنا هناخدها على الريق الصبح قبل الفطار، قبل الفطار بنص ساعة او بساعة على الاقل، تمام، ولاحظ الفرق بنفسك، بجد وصفة ممتازة جدا جدا. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، اسيبكم في رعاية الله وامنه، مع الف سلامة، باي باي.